اسمي عبد الله بدر ديحاني، عمري 12 سنة. لعبتي كرة القدم. البداية كانت الوالد موديني الأكاديمية، استمرت على الأكاديمية. تفاصيل كرة القدم هي 11 لاعب مكون عن دفاع ووسط وهجوم، واللي يسجل الجول هو فايز. بالنسبة للرياضة الثانية ركوب الخيل والسباحة. اللي استفدت من كرة القدم اللياقة. المباراة اللي ما انساها اللي هي كانت ضد أكاديمية دورتموند، ضد أكاديمية سجلت فيها هاتريك. جدولي بالتدريب هو 3 أيام بالأسبوع، ساعة ونص زقزاق، تسديد، تسخين، عشان أكون ناجح بالدراسة والكرة القدم. كرة القدم لها وقت ودراسة لها وقت. أشهر الإصابات عن اللاعب هي رباط الصليبي، ولازم يلبس هذا جوتي زين عشان على حسب الملعب، عشان أحدد نقاط ضعف اللاعب. أول شيء أطالعه وأشوفه عاد هو لعيب ولعيب، عارف خطته، بعدين عاد أعدي. أسهل تمرين الزقزاق، وأصعب تمرين 6 بـ6. نقطة الضعف اللي عندي الشوت، وقاعد أطورها. كابتن أبو علي وعبد كابتن راضي. كابتن أبو علي وكابتن راضي يدربونا عدل، يعلمونا ويخلونا نتمرن عشان أصير لاعب ناجح. هذا أتمرن عدل وأكل أكل صحي. أنصح اللي بعمري ما يلعبون رياضة يلعبون رياضة عشان إنها مفيدة. اسمي عبد العزيز جابر، لعبتي عمري 9 سنوات، ولعبتي كرة القدم. دشيت النادي 2023، بديت 2023 يعني أنا كنت أقول حق أبوي إن أبدش، أبوي دعا يسجلني، أنا أقول له يمكن ما أعرف، بس أبوي دعا يسجلني وأمي وأبوي. فأمي وأبوي بعدين عيال عمي دشوا، وبعدين دشيت، بعدين هم راحوا نادي وأنا النادي. التفاصيل كرة القدم هي فرعين، كل فريع فيه 11 لاعب، كل واحد له مدرب، والشوط الواحد 45 جديدة الشوتين. بالنسبة للرياضات الثانية كنت ألعب كرة سلة، استفدت عيار جسمي، يعني كنت عدل جسمي، صرت أحسن، من يعني عدل جسمي وصرت، يعني قبل كنت باصي خفيف، فالحين صرت لا أعرف باص، أعرف راسيات، قبل ما أعرف، فالحين صرت. في مباراة لعبت مع ربعي اللي هي عاصية والنصر، فزنا عليهم 3-1، فأنا نحين يعني مسترسة مو ماسيها. جدولي بالتمرين هي 3 أيام بالأسبوع، السبت واثنين وأربعاء، ساعة ونص التدريب. تدريبي باصات، راسيات، أنا عشان أكون ناجح بالدراسة والرياضة عندي جدول أحصصها بين الدراسة وأحصصها بين الرياضة. أصعب تمرين عندي اللي هو شوية راسيات، أسهل تمرين لي اللي هو دبتك. نقطة الضعف اللي عندي هي مراوعة، وأنا دعا أفضلها. المدربين الرياضي يدربوني هم 2، كابتن راضي وكابتن عبد الله. دورهم إن كانوا يفزعوني، والشيء ما أعرفه دعا يقولوا لي لا أنت تعرفه، يعني يسجعوني. أنا من دشيت هذا النادي أمي وأبوي دعا يسجعوني، يقول أنت، كنت أقول لهم بطلع بدش نادي مع عيال عمي، يقولون لا أنت شجاع وكمل. اللاعب أتفاهم معه
هو حبيب، أنا أعطيه باص هو يفهمني، أعطيه راسية هو يفهمني، كل شيء أعطيه هو يفهمني. طموحي إنه أصير لاعب كبير، لما أشوف مباريات على التلفزيون يعني شلون أشوف بدر، أشوف صولة، أشوف وايد لاعبين، فأقول إن شاء الله أصير نفسهم وأحسن. مركز الفريق وسط، ودوره أوصل باصات حد المهاجم. الدوري اللي تابعه هو دوري السعودي لأنه ممتاز، وأحب فيه سالم الدوسري والبليهي. مدربي اللي أحب أتابعه كابتن راضي، عشان أكون لاعب ناجح لازم يعني أهتم فيني وما لحبط أي شيء ببالي. يعني إذا جيت للكرة عارف شلون أشوتها، مو أشوتها أي زاوية، مو أشوتها أي يعني شيء. فريق المفضل بالكويت اللي هو عادسية، وفريق المفضل بالسعودية اللي هو النصر السعودي. لاعبي المفضل داخل الكويت بدر، وبرا الكويت سالم. أنصح الشباب اللي ما يلعبون رياضة، إذا لعبوا الرياضة حيطور من عضلاتهم، يطور من لعبهم، يطور من شارتاتهم، كل شيء. اسمي حبيب عادل الخالدي، عمري 8 سنوات، هوايتي كرة القدم. بدايتي كانت في المدرسة، وأبوي شجعني دخلت هذه الأكاديمية. تفاصيل كرة القدم: 45 دقيقة، و11 لاعب، ودفاع وسط وهجوم. بالنسبة حق الرياضة الثانية كرة السلة، بس أنا حبيت كرة القدم. اللي استفدت بكرة القدم تقوي الجسم وتقوي الذاكرة. المباراة اللي لعبتها وانساها هي ضد أكاديمية النصر، وحطيت فيها 3 أهداف. جدولي بالتدريب 3 أيام أتدرب فيهم، كل نص ساعة أتدرب فيها. تدريبي الشوتات والراسيات والبلنتيات. عشان أكون ناجح بالرياضة والدراسة كل واحد له وقت. أشهر الإصابات حاشة اللاعب رباط الصليبي والأنكب. وبالنسبة لي حاشتني الإصابة أتمرن عدل وأسمع كلام المدرب. أصعب تمرين راسيات، وأسهل تمرين البلنتيات. نقطة الضعف اللي عندي الشوت برين اليسار، وأحاول أقويها. دور مدربين معاي بالأكاديمية يشجعوني ويقوون مهاراتي. كنت ألعب بروحي بالحديقة، وأبوي وأمي كانوا يشجعوني. بعدين دخلت هذه الأكاديمية. اللاعب اللي أتفاهم معاه هو عزوز، ألعب له باص وهو يرد لي إياها، أرفع له ويرجع لي إياها. لما أشوف مباريات على التلفزيون أتعلم منهم المهارات. دور مركزي بالفريق هو الهجوم، إني أسجل أهداف. الدوري اللي أحب أتابعه هو دوري أبطال أوروبا، أشوف لقطات فيها مهارات حلوة. إذا كان عندي مباراة أو بطولة أو شيء أسخن وأروح التمارين بوقتها. علشان أكون لاعب ناجح أنام بكر وأكل أكل صحي والتمارين. فريق المفضل برا الكويت ريال مدريد، وداخل الكويت القادسية. قدوتي بكرة القدم بالكويت هو بدر مطوع، وبرا الكويت كريستيانو. أنصح الشباب اللي ما يلعبوا رياضة، أنصحهم أن يلعبوا رياضة ويحافظون على التمارين وأكلهم الصحي ونومهم المبكر.